لكن هل معنى كده ان انا تمضيفي اتخلى على عن فكرة رمضان؟ برنامج 90 دقيقة من سنتين كده تقريبا. طب هقول لك على حاجة. لا لا، ما تتخلى عن ابنك ازاي؟ ما انا فاهم، ينفعش. انا فاهم. هو الناس بتسأل سؤال، ربما كابتن إكرامي يوضح لنا المسألة. لو الكابتن شريف إكرامي كان كمل في النادي الأهلي، كان الكابتن رمضان صبحي اللي هو جوز أخته أو قريبه، تعال نقول قريبه أو في أخوه، أخوه الصغير، أخوه الصغير، كان ما راحش بيراميدز؟ ولا دي ملهاش علاقة؟ طيب نرجع برضو بالذاكرة شوية. شريف بقاله قد ايه ما بيلعبش في النادي الاهلي؟ بقاله كتير جدا، سنتين. سنتين. خلاص. يعني في الفتره اللي رمضان جه فيها الست شهور الاولانيين كان شريف بيلعب، وبعدين قعد. صح، وبعدين عمل اعاره تانية وشريف قاعد. يعني شريف ما بيلعبش، بس كان على قوه النادي الاهلي، بس ما نربطش بس بره التشكيله، ما نربطش دي بدي خالص، ان ملهاش علاقه. هل عشان شريف ما بيلعبش يبقى رمضان ما يلعبش، او شريف مشي يبقى رمضان يمشي، شريف راح هنا يبقى رمضان يروح هنا؟ ملهاش علاقه خالص خالص خالص. يعني الناس يعني بتفكر حسب هواها، مش حسب المعطيات اللي موجوده. طب ما هو ممكن شريف ما كانش يروح بيراميدز، ما شريف كان معروض عليه بره نوادي تانية، وكان معروض عليه بره ومعروض عليه نوادي من هنا. خلاص. ويعني مش عايز اقول، مش ايه النوادي اللي من هنا؟ كان في نوادي في مصر طلبته. ايه هي؟ لا مش عايز اقول اسامي. ما هو كل الناس عارفه يا كابتن. مين؟ الزمالك. لا لا لا، استحاله. كان في استحاله ليه؟ لا، ولا شريف ولا رمضان يلعبوا في الزمالك. ليه بقى؟ كده. هل لا، الزمالك بص. من حوالي سنتين لما حصلت مشكله مع شريف مع مارتن يول المدير الفني، وكان غلط بالكلام ومش عارف ايه، وانا شكرته وبشكره تاني، ولو حصل اي حاجة تاني هشكره. فوجئت المستشار مرتضى منصور بيكلمني في التليفون، على فكرة هو صديق عزيز بالنسبة لي، يعني ماليش دعوة بقى باللي بيحصل، لكن هو صديق ليا. بيكلمني في التليفون بيقول لي باب نادي الزمالك مفتوح لشريف في اي وقت يجي. انا شكرته وشكرته على الهواء اكتر من مرة، خلاص. لكن في زي مثلا حازم امام كان ممكن يلعب في الاهلي؟ حازم امام الكبير، الكبير ابن حماده امام، ابن حماده امام صعب. ليه؟ عشان دي عيله زملكاويه. طب ما انا عيله اهلاويه. طب انت عيله اهلاويه وبيراميدزاويه دلوقتي، دي قصه تانية. اصل بص، لا يا كابتن، هو كل حاجه قصه تانية. لا ده احتراف. ده احتراف، ده احتراف طبعا. خلاص. يعني احتراف. بص، اذا الدنيا اتغيرت بقى يا كابتن اكرام. طب هقول لك على حاجه. معلش برضو. كابتن حسن حمدي ربنا يمتعه بالصحه ويبارك له، لما كان شريف عايز يحترف في هولندا، وقعد معايا وقال لي انا عايز شريف، وجي شريف ومش عارف ايه وقعد، فقال للكابتن حسن حمدي: يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه، هو الاحتراف ده ايه؟ مش بيزنس؟ قال له قال له البيزنس فيه عواطف؟ قال له لا. قال له خلاص كده، انا عايز احترف. وفاضل لي سنه، ممكن امشي، استنى سنه وامشي ببلاش، لكن انا مش عايز اعملها، انا عايز النادي الاهلي يستفاد. يدخل له فلوس. ايوه، يبقى في شرط جزائي في العقد في النادي. لا العقد، ما هو كان لسه ليه العقد بتاعه فيه سنه. لسه. مع ان عشان تكون عارف في الوقت دوت، كابتن حسن ربنا يكرمه قال لي انا هعوض شريف. قلت له هتعوض شريف على ايه يا كابتن؟ قلت له انت عارف حضرتك عقد شريف كان بكام؟ طبعا اللي موجود في النادي الاهلي؟ طبعا حاجه ثانيه خالص. كان 2500 جنيه، فهو بيقول لي في الشهر. قلت له في السنه. كابتن حسن حمدي 500 جنيه والله العظيم في السنه. كابتن حسن حمدي اتجنن. قال لي ازاي؟ ما كانتش لسه الارقام وصلت للملايين. بس شريف دخل للنادي الاهلي مبلغ كويس في الوقت ده. دخل له 450 الف يورو. تمام. او 1000 دولار حاجه زي كده. تمام. خلاص. فالاحتراف ما فيهوش عواطف، او البيزنس ما فيهوش عواطف. يعني مش من حق الاهلاويه ان هم يزعلوا ان رمضان ماشي؟ لا، يحق مش من حق الاهلاويه ان هم يلوموا رمضان او يهاجموا رمضان. فاهمني؟ ليه؟ ازعل لكن ما هاجمش وما اشتمش وما قلش ادبي. هي دي الجزئيه. على اساس ان البيزنس ما فيهوش عواطف. خالص.
هقول لك على حاجه. امال كابتن اعذرني يعني ما يقال عن الفانيلا الحمراء والاهلي فوق الجميع والاهلي بمن حضر والامور دي كلها؟ لا والاهلي دي اصبحت ضرب من ضروب الماضي. والاهلي ما بيقفش على لعيب. خلاص. والاهلي بيكسب من غير رمضان وهيكسب من غير رمضان، وكسب من غير اكرامي وهيكسب من غير اكرامي، وكسب من غير الخطيب ومن غير صالح سليم ومن غير ومن غير ومن غير. النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي. لا ما هو مش حكايه يكسب، حكايه ان هو يعني قوه ضاربه في الفريق، عنصر مهم جدا في النادي، في فريق، في التشكيله، في سواء في منتخب مصر او في الامم الافريقيه تحت 23. يعني انا مش عايز اقعد اعمل نفسي بفهم في الكوره، بس لا انت بتفهم في الكوره. لا بس يعني بس انت مش عايز يعني واخد بالك، احنا هنفهم يعني كابتن رمضان صبحي عنصر اساسي في اي فريق يلعب فيه. ماشي، ما اختلفناش. اذا دي خساره للنادي الاهلي. لا مش خساره للنادي، انا ما فيش لعيب يبقى خساره على النادي الاهلي. عشان نكون متفقين. اه.